Try to catch me howling at the moon. كي جاكم هاد البيرول هذا؟ نتمنى يكون عجبكم، نتمنى تكتبوا لي في الكومونتير كي جاكم الصراحه، واش زوين واش خايب، واش كاين الابداع واش ما كاينش. وغادي تشوفوا معنا في هاد الفيديو ان شاء الله البيهايند ذا سينز، الكواليس كيفاش تصورتو من ا حتى زد. ولكن قبل اي خصكم تعرفوا شي حوايج، اللي من بينهم انني صورت ب 25 اف بي اس، ما فتحاش ما طلعش ل 50، الكاميرا ديالي الحد ديالها 50 وما طلعش ل 50. علاش؟ حيت ملي كنطلع ل 50 اف بي اس الكاليتي كتهبط بزاف، كتهبط حتى ل 720، يعني كان ضروري خصني نضحي بشي حاجه، اما الكاليتي اما سلو موشن. ضحيت بسلو موشن، حاولت نتقل شويه في ديك لي موفمون اللي غادي نتقل فيهم باش يطلع داك الشيء سلو موشن، وفي نفس الوقت ما نطلعش الفريم ريت. حاجه الثالثه عاوتاني اللي بغيت نقول لكم اللي هي اهم حاجه، خدمت بالمانيوال فوكس. صعيب الصراحه واحد شويه، ولكن تعطيك نتائج اللي واعره الا عرفتي كيفاش تخدم بالمانيوال فوكس، راه غادي يطلع داك الشيء زوين بزاف. دابا نخليكم مع الكواليس. دابا ملي صورنا اللقطة الأولى طلعت الصراحة زوينة، طلعت كيما بغيتها. دابا غنصور اللقطة الثانية. مزيانة بعد عدة محاولات. شحال حنا نصورو في هاد اللقطة؟ شحال يا هذا؟ شي 10 باش يلا نطلعو اللقطة اللي ماشي 100% مقتنعين بها، ولكن هي اللي مزيانة. شنو اللي معذب في الاستوديو؟ صغير شوية، ما تلقاش فين تحرك، ما كتلقاش كيفاش تخدم داك اللقطات كيما بغيتيهم، ولكن ماشي مشكل. دابا ندوزو اللقطة اللي وراها هادي. دابا غنصورو هاد اللقطة هادي ديال غادي حل النوتبوك، وغادي نتراكيها بالكاميرا. داك الحله غادي تمشي مع الموفمون ديال الكاميرا، و غندير تحت الكاميرا هاد كلينيكس هذا باش تمشي موفمون، مابقاش ما تحكش مع البيرو، في نفس الوقت باش تمشي سمود. دابا غادي ندوزو للقطة باش غادي خصي يكون تيكتب هاد اللقطة هادي. غادي نصورها من بزاف ديال الزوايا، تنشد ليها 4 ديال لي كليب من 4 ديال الزوايا، ونحاول نبداو فيها. نبداو بالزاوية الأولى. اخيرا سالينا الخوت، ما صورتش لكم داك اللقطات الاخرين، التليفون عمر داكشي علاش كان خصني عاد نحيد شي فيديوهات قدام باش نلقى فين ندير لكم الفيديو هذا. زدنا شي لقطات وصراحه داكشي طلع زوين. ها هو السي مو كيش هكا داكشي مزيان. هو تياخد الوقت بزاف، عرفتي قلنا شحال من الصدار ولا خدمت بالبيرو.
المهم نتمنى يعجبكم. نعاودوا لكم مره اخرى بعد ما درت ليه الميوزيك، زدت ليه الساوند ديزاين ديالو، كالو الجريد، داكشي كامل غيحتاج. وشوفوه ها هو غادي يطلع لكم دابا. تهلاو ليه فراسكم. بيس.